قبل ما تسأل أي حاجة يا باشا، أنا معترف بكل حاجة. أنا اللي قتلتهم. عارفين يا عم، عصاباتك السلاح، كمان انت اللي بلغت على نفسك. بس ليه عملت كده؟ ليه ما ربتش؟ عشان جبان يا باشا، جبان. أنا حتى خفت أقتل نفسي، يا ريتني كنت عملتها وخلصت. مش سبب تاني؟ ابنك مثلا؟ تقولش ابني يا باشا، تقولش ابني. نقول انك فضلت شايله لحد ما الشرطة جت وانت بتسكين، انت عايز تقتل؟ بس ذنبه ايه عيل زي ده يجي الدنيا مبقاش عارف مين ابوه، عيش بعار امه طول العمر. كان نفسي اقتلها يا باشا بس ما قدرتش. ما تعمل تحليل دي ان ايه؟ لا 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 يا باشا، ملوش لزوم، ملوش لزوم. كفاية بقى يا باشا، كفاية كلام، كفاية كلام. انا معترف بكل حاجة.